هل يجب على المأموم أن يصحح للإمام إذا أخطأ في قراءة القرآن؟ إذا كان في قراءة واجبة، إذا أخطأ الإمام في القراءة الواجبة كقراءة الفاتحة، وجب على المأموم أن يرد عليه، يفتح عليه. وإذا كان في قراءة مستحبة نظرنا، فإن كان يحيل المعنى وجب عليه أن يرد عليه، وإن كان لا يحيله لم يجب.